مؤخرا اصدار منشورات دوريه لسحب 7 ادويه، منها الجوافه فارولا شراب والماينوفليني اقراص والكلاريس رومايسن شراب والرويال هاني شراب والاكستريم الشوكولاته اللي هي عباره عن كالسيوم والاوميجا فيت اكياس. اكستريم الشوكولاته انت بتقول ان هو ممنوع، نزل في النقابه ان هو ممنوع، المفروض هو ممنوع ليه؟ يعني ايه سبب ان هو ممنوع؟ ليه؟ ما هو ما نزلش على المنشور اللي انت نزلتوه سبب ان هو ممنوع ليه؟ بخصوص مستحضر اكستريم شوكولاته اللي هو الكالسيوم، فانتهى تسجيله وتم اعاده تسجيله باسم اخر، فعلشان كده لغوا. المانوفيلين الصغير نازل ان هو ممنوع، بس مكتوب تشغيلتين، مش هم التشغيلتين اللي نازلين دلوقتي في السوق الجداد، تشغيلات جداد قديمه، هو اصلا بقاله حوالي 6 شهور ناقص، فهو لسه نازل قريب، يعني لسه نازل حوالي من اسبوعين. فالتشغيله المفروض دي مش ممنوعه طبقا للمنشور اللي انتم منزلينه. يعني بالنسبه للمستحضر مينوفيلين فهو المستحضر مسجل وبيتداول عادي، لكن القصه كلها في تشغيلتين، اللي هي تشغيله رقم من الشمال لليمين 3154039 و3154038. التشغيلتين دول تم تحليلهم في معامل الهيئه القوميه للرقابه والوحوش الدوائيه وطلعوا غير مطابقين للمواصفات، انما بقيه التشغيلات ما فيهاش مشكله وسليمه. الجوافه رولا شراب ده الرقم، التشغيلات اللي اتسحبت اللي هي تحمل رقم تسجيل رقم 3054 لسنة 2002 برقم تشغيلة 1221، لأن رقم التشغيلة ورقم التسجيل ده بيخص مستحضر آخر، فهو المستحضر نفسه مغشوش، مستحضر غير سليم. بالنسبة لمستحضر كلاريس رومايسن برضو 250، المشكلة في تشغيلتين، إنما بقية التشغيلات سليمة. التشغيلتين هما من الشمال اليمين 3-2-3-6-2 و3-2-2-5-8، إنما بقية التشغيلات سليمة ما فيهاش أي مشكلة. الأوميجا فيت أكياس اللي بيتم توزيعه على إنه أوميجا 3 ده انتهى ترخيصه من زمان، وحتى الشركة اللي مدونة على العلب شركة غير صحيحة، مش هي الشركة صاحبة المستحضر، فالمستحضر اللي موجود في السوق ده مغشوش. لسه بايعه من يوم امبارح، آخر علبة بايعها امبارح، يعني ما بينباع عادي، ولسه طالبه من فترة، يعني مش حتى ما طلبتوش من شركة قالوا لي لا ده توقف إنتاجه مثلا. لو هي ممنوعة أنا لما هي أطلبها مش عارف أجيبها. تمام. مش عارف أجيبها إلا حتى لو أعرف أجيبها هجيبها في الشركات القديمة. تمام. انت بتقول ممنوعه من 3 ايام، طيب من 3 ايام انا المفروض اول ما تتمنع ينزل لنا منشور من المنع، او حتى ينزل على صفحه النقابه الرئيسيه ان هو ممنوع ان انا تداوله، وبعدين لما اطلبه من الشركه ما اطلبوش، هم يبلغوا الشركه ان هي توقف بيعه ويسحبوا الكميات اللي موجوده. هو ده ما حصلش، لان اكستريم موجود لسه في الشركات المتحده وابن سينا وفي كله موجود، والمانوفيلين الصغير لسه نازل كمان، يعني حتى كان ناقص ولسه نازل. المشكله ان اي منشور دوري بينزل لسحب ادويه، الأدوية بتقسم إلى أنواع، أدوية تابعة لشركات مالتي ناشونال اللي هي الشركات العالمية، ودي بيبقى عندها منظومة جيدة تقدر بيها تسحب الأدوية بتاعتها من السوق. وفي أدوية شركات التل اللي هي ما عندهاش مصانع، اللي هي بتصنع لدى الغير. شركات التل للأسف الشديد لما بيطلع منشور ما بتسحبش الدواء بتاعها، بتسيبه. وفي كل الحالات سواء الشركات المحلية أو الشركات المالتي ناشونال، وزارة الصحة لا تفعل شيء في سحب الأدوية، هي ما عندهاش الامكانيه انها تقوم وتنزل الصيدلات وتسحب الادويه، لانها ما عندهاش مخازن تجمع فيها الادويه. ممكن وزاره الصحه تعالج الموضوع ده بالتعاون مع شركات التوزيع الكبرى اللي هي المتحده اوفرسيز ابن سينا المصريه، ممكن تتعاون معاهم وان الشركه نفسها الشركه الموزعه هي اللي تنزل تسحب الادويه دي من السوق، بعد كده ترجعها للشركات او المصانع، لكن للاسف ده ما بيحصلش. فالموضوع سهل جدا تطبيقه، ان وزاره الصحه تتعاون مع الشركات الموزعه الكبرى، وده انا من منبركم منبر المصري يوم انا بطالب وزاره الصحه انها تتعاون تعاون كثيرة مع الشركات الموزعه للادويه الكبرى الاربعه، وتجبرها على انها تسحب الادويه الصادر بها قرارات ومنشورات دوريه لسحبها من الصيدليات، وتلزم الشركات التول وجميع المصانع الادويه سواء محليه او مالتي ناشونال باستعاده هذه المستحضرات. ده الحل الوحيد لتنفيذ هذه المنشورات، غير كده مفيش منشورات، مفيش ادويه هتتسحب من السوق، وهيفضل الكلام حبر على ورق.